بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، حفظ الله هذه البلاد وأكرمها ولله الحمد بالحرمين الشريفين، أنعم عليها بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، تستحق منا الشكر والثناء على الله عز وجل، والحمد لله. فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وولي عهده وولي عهده، لهم جهود مباركة ومشاهدة في خدمة الإسلام وقضايا المسلمين ووقوفهم مع أهل الحق ودحر الحوثيين الظالمين الذين عاثوا في الأرض فسادا وظلما. لعل لكم كلمة في مستهل هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذه البلاد كانت كغيرها من بلاد نجد، فيها نهب وسلب واختلال أمن وغارات وثارات بين البلدان وبين القبائل. ثم لما من الله عليها بدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، دعوة التوحيد ومناصرة محمد بن سعود، تبايع هذان الإمامان المحمدان، محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود، هذا من الناحية العلمية وهذا من الناحية السياسية والسلطة، تضافرت جهودهما فكون الله على أيديهما بلادا متحدة على كتاب الله وسنة رسوله، من بادية الشام إلى أقصى بلاد اليمن، إلى حدود بلاد اليمن، ومن البحر إلى البحر شرقا وغربا، بما فيها من مدن وقرى وبادية قبائل، كلها توحدت على كتاب الله وسنة رسوله، صفت فيها العقيدة وحكمت فيها الشريعة بينهم، بعدما كانوا يتحاكمون إلى الأعراف القبلية صاروا يحكمون بشرع الله المطهر. فتوحدت هذه البلاد في عهدهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستمرت على ذلك جيلا بعد جيل. كلما حصل فيها فتور أو حصل فيها اختلاف أو نزاع فإنها تعود لحالتها الأولى من الفوضى، ثم لا تلبث أن تعود إلى عهدها وكتاب ربها وسنة نبيها إلى يومنا هذا، والحمد لله. وهي أيضا ترعى بيت الله الحرام ومن ينتابه من الحجاج والمعتمرين والمعتكفين، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يزوره للصلاة فيه والاعتكاف فيه. فقامت على هذا خير قيام، أمنت السبل ووفرت متطلبات الحياة لكل من يأتي إلى هذه البلاد آمنا مطمئنا، عملا بقوله سبحانه لخليله إبراهيم: والعاكفين والركع السجود. هذا من نعمة الله ومنه على المسلمين أن أقام لهم
دولة ترعى الحرمين الشريفين وترعى من يفد إليهما من المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. هذا من نعمة الله، والله جل وعلا وفر لها الأرزاق وفتح لها الكنوز التي تقويها على تنفيذ هذه المشاريع العظيمة التي تمكن المقيمين والقادمين والعاكفين والركع السجود. وهذا من من الله على هذه البلاد، ولله الحمد. ومما تمتاز به على بلاد العالم، فأمن هذه البلاد أمن للعالم الإسلامي كله من حجاجه وعماره وسكان الحرمين الشريفين ومن حولهما. وهذا من من الله وكرمه، وذلك بسبب تحكيم شرع الله المطهر وتصحيح العقيدة مما علق بها، والحكم بما أنزل الله. كل هذا من من الله على هذه البلاد، وسبب لها توفر الأمن والاستقرار، ووفر لها رغد العيش وكل ما أنعم الله به على هذه البلاد مما هو ظاهر ومشاهد. فلله الحمد والمنة، ونشكر القائمين على هذه البلاد من ولاة أمورها الذين تعاقبوا عليها وحفظوها بحفظ الله عز وجل، وأقاموا فيها شرع الله، وأنصفوا المظلوم من الظالم حتى هدأت واستقرت. ونسأل الله لها أن تستمر، فهي البلاد التي هي عين بلاد العالم الإسلامي، قرة بأعين بلاد العالم الإسلامي، فأمنها أمن للمسلمين في كل مكان. والله جل وعلا وفر لها هذا بمنه وكرمه، إجابة لدعوة إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعوات الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد توفر هذا ولله الحمد والمنة، ولا نزال نسير على ضوئه وعلى آثاره. نسأل الله أن يوفق القائمين على هذه البلاد، أن يوفقهم إلى مواصلة الجهود وبذل المجهود، وهم فاعلون إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على نبينا محمد. شكرا لكم على هذه الكلمة الضافية الشيخ صالح. ومن الأسئلة التي نود أن نطرحها على فضيلتكم الشيخ: رجال أمننا البواسل على الثغور يرابطون، لهم منا الدعاء والشكر الجزيل، يحمون هذه البلاد المملكة العربية السعودية، يدافعون عن بلاد التوحيد ويردون المعتدين. هل من كلمة لهم فضيلة الشيخ وفضل الدعاء؟ نعم، جنودنا المرابطون على حدود المملكة يدفعون عنها عدوان المعتدين، هم على ثغور عظيمة من ثغور الإسلام، ولهم في ذلك الأجر الوفير لمن صلحت نيته، أنهم مرابطون ولهم أجر الرباط في سبيل الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم
خير من الدنيا وما فيها، والمرابط إذا مات في رباطه يجري له أجر المرابط إلى يوم القيامة، وهذا فضل عظيم، وهم يقومون بمجهود عظيم، وهم من جنود الله سبحانه وتعالى، يدفعون عن هذه البلاد مكر عدوها وتربص الأعداء هو الحاقدين، وهذا من تيسير الله لنا ولهم، فحقهم علينا الدعاء لهم والإكثار من الدعاء لهم، وحقهم علينا النصح والتوجيه وبيان ما المنهج الذي يسيرون عليه في رباطهم، ونسأل الله لنا ولهم الإعانة والتوفيق والتسديد. نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا شيخنا الكريم يقول: ما فضل الدعاء في حياة المسلم، وما هي أوقات الدعاء، وما هي أوقات الإجابة التي يتحراها المسلم للدعاء لإخوانه المسلمين؟ الدعاء أمر مهم قد أمر الله به سبحانه، قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سماه دعاء وسماه عبادة وسماه دينا، فادعوا الله مخلصين له الدين. الدعاء أمره عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي أعظم أركان العبادة الدعاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، كذلك الدعاء هو أعظم دعائم هذا الدين. فعلى المسلمين أن يكثروا من الدعاء، خصوصا في الأوقات التي يفضل فيها الدعاء على الدعاء في غيرها، كالدعاء في آخر الليل، والدعاء في أدبار الصلوات، والدعاء في السجود، والدعاء آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، والدعاء عموما في كل الأوقات له مجال عظيم، وهو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، خصوصا في وقت الأزمات والشدائد. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا أن يستجيب لنا، وهو لا يخلف وعده، وإنما الإخلاف إذا حصل فهو منا، فعلينا أن نصلح ما بيننا وبين الله، وأن نخلص الدعاء لنا وللمسلمين، خصوصا في أوقات الأزمات، والله قريب مجيب، يكون اتصالنا بربنا، نستمد منه العون والتوفيق، وندعوه في أوقات الحاجات والملمات وفي كل وقت. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الله يقول: الشيخ صالح، ما أفضل العمل الصالح التي يتقرب فيه المسلم والمسلمة إلى الله حفظكم الله؟ نعم، الفرائض، قال صلى الله عليه وسلم عما يرويه عن ربه عز وجل أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث عظيم يفيد أن الله مع عبده المؤمن معية خاصة، يوفقه في جوارحه وأعضائه، فلا يستعملها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، ما خطر الشائعات ونقل الكلام والأحاديث دون تروي ودون تثبت؟ لا يجوز نقل الشائعات
وإفشاء التخويف بين المسلمين، لأن هذا مما يفت في عضدهم، وهذا العمل من عمل المنافقين الذين يبثون الشائعات بين المسلمين ليثبطوهم وليبعثوا الرعب في قلوبهم، فهذا عمل المنافقين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه بين الناس ولو ردوه إلى الرسول، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد موته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من ولاة الأمور الذين يفهمون حل المشاكل ويفهمون الصحيح من الزيف، يرد إليهم الأمر ليعالجوه، ولا يكون محل نقاش بين عوام الناس في مجالسهم. ومن سمع شيئا من ذلك فإنه يكتمه ولا ينشره، ولا يكون مثبطا للمسلمين ومروعا لهم. ونحن الآن كما تعلمون في عصر الشائعات، وتوفرت وسائل نشر الشائعات بهذه المخترعات وأداة التواصل وما ينشر فيها، فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن لا نروع المسلمين، وأن لا ننشر إلا ما فيه الخير والتثبيت للمسلمين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، وأن الله مع المؤمنين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين مسومين. فالله جل وعلا مع عباده لا يتخلى عنهم إذا صدقوا معه سبحانه وتعالى وأقبلوا عليه، ولكن علينا أن لا ننشر هذه الشائعات، وأن نقبرها في مهدها، وأن نريح المسلمين من سماعها، لأنها تشوش على المسلمين وتروع الآمنين، وفيها إعانة لأهل الشر، فيجب قبرها ووأدها وعدم تداولها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، ختم القرآن الكريم هل هو خاص برمضان؟ ومن جهة الأشهر التي بعد رمضان فضيلة الشيخ، هل تختم كل نصف شهر أو كل أسبوع؟ المشروع في القرآن أن الإنسان يوثق صلته بتلاوة القرآن، وكل ما أكثر من تلاوة القرآن وختمه فهذا أفضل. كان الصحابة منهم، خصوصا في قيام الليل، منهم من يختم لعشر ليال، ومنهم من يختم لسبع ليال، ومنهم من يختم لثلاث ليال، يحزبون القرآن في قيامهم وتلاوتهم، ويوثقون الصلة بكتاب ربهم عز وجل. فعلى المسلمين أن لا يغفلوا عن كتاب ربهم تلاوة وتدبرا وعملا به، فإنه هو طريق النجاة وسبيل الرشاد. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن طلب الدعاء من الآخرين، إذا كان هناك رجل صالح يقول: أرجو أن تدعو لي في عمرتك أو في حجك. نعم، الأولى بالمسلم أن يدعو هو لنفسه ولا يتكل على الآخرين، أن يدعو ربه عز وجل، والله قريب مجيب. ولا مانع أن يطلب من رجل صالح، خصوصا من يريد الذهاب للحج أو العمرة، يوصيه أن يدعو له. قد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما أراد العمرة الدعاء، قال له: يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك.
نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج قبل بدايته، يقول: أنا يا شيخ أصوم شعبان كاملا، فهل صيامي صحيح وأنا أستعد لصيام شعبان القادم؟ نعم، صيام الإكثار من صيام شعبان مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام من شهر شعبان، إلا أنه لا يستكمله، فلا يستكمل شهر شعبان، إنما يصوم غالبه، وهذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا أحس بفتور في العبادات وأحس بكسل، فما الأسباب المعينة على مواصلتي للعمل الصالح دون هذا الفتور؟ وإذا جاءني هذا الفتور هل ينقص من عملي؟ هذا من المعلوم أن النفس ميالة إلى الكسل، والشيطان أيضا يثبط العبد عن الطاعة، فعليك معالجة هذا الفتور بالعزم على العبادة ومواصلة العبادة حتى ترتاض نفسك لها وتتعودها وتألفها. هي في أول الأمر لا شك أنها تنفر وتريد الراحة، لكن إذا عودتها وروضتها تعتاد هذا وتصبح طوعك في العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: في دعائي في الليل أدعو للمسلمين، وقبل الدعاء أقول: اللهم لا تدع لي في مقامي هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. طيب، هذا طيب، هذا دعاء في الليل أو في النهار، فتقول هذا الدعاء وتضيف إليه ما تيسر لك من الأدعية الواردة، وتحرص على الإكثار من الدعاء، والدعاء عبادة عظيمة وهو صلة بين العبد وبين ربه. نعم. وردنا هذا السؤال أيضا فضيلة الشيخ: من أحرم متمتعا ولم يقصر أو يحلق لعمرته وأكمل المناسك للحج، ماذا عليه؟ الذي أحرم متمتعا ولم يكمل العمرة بأن طاف وسعى ولم يقصر وأحرم بالحج، أدخل الحج عليه، هذا ينقلب إلى من متمتع إلى قارن، ينقلب من متمتع إلى قارن، هذا هو أقرب الحلول لهذه المشكلة، وفيها كلام طويل لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، هناك من يقول بأن من يخاف العين هو أكثر الأشخاص المعرضين للعين، فهل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟ العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين، لكن المسلم يتوكل على الله ويعتمد على الله، ولا يفتح على نفسه باب الأوهام والتخوف، يتوكل على الله ويكثر من الورد في الصباح والمساء، ولا يضره هذه الهواجس وهذه الوساوس، ولا يجعل كل شيء يعرض له يقول هذا عين، عليه أنه يصبر ويتوكل على الله ويكثر من ذكر الله ويتعاطى أسباب العلاج المطلوبة والدواء الشافي بإذن الله مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. إبراهيم يقول: ما واجبنا نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه؟ هل هو في كل وقت أم في أوقات معينة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، كلما يحضرك اسمه أو يمر عليك ذكره، وإنك تصلي وتسلم عليه وتكثر من الصلاة عليه في كل الأوقات، ولا سيما الصلاة عليه في تشهد الأخير من الصلاة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي ورد فيها فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكثر من ذلك. نعم. يقول: جاءتني منحة أرض
وهي عندي الآن منذ 7 سنوات، وأفكر بأن أتركها لكي يرتفع السعر كثيرا وأقوم ببيعها، فهل عليها زكاة؟ أولا عليك أن تقبض الأرض، تقف عليها وتعرف حدودها وتأخذ عليها الصك الشرعي حتى تتم ملكيتك عليها. وإذا نويتها للبيع ولكنك ترجو أن يأتي وقت ارتفاع سعر، فإنها سلعة، أصبحت سلعة وعرض من عروض التجارة. فإذا مضى عليها سنة وأنت تنويها للبيع إنك تقومها بما تساوي وتدفع ربع العشر من قيمتها المقدرة، لأنها أصبحت من عروض التجارة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أنا طالب وعندي عملات نقدية جمعتها في صغري، وهذه العملات النقدية من بلدان مختلفة وهي بحكم الهواية، هل أزكيها يا شيخ صالح؟ هذه العملات إذا كانت ألغي التعامل بها أصبحت لا قيمة لها، وجمعك إياها من باب الهواية لا يجعل فيها زكاة. إنما إذا نويت بيعها، إذا نويت بيعها وهي ذات قيمة تبلغ النصاب فأكثر، أو تضمها إلى ممتلكاتك وتزكي الجميع، فهذا واجب عليك. نعم. هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر أو مطر؟ وما حكم جمع الصلوات في شدة الغبار؟ لا دليل على الجمع في شدة الغبار، ما وجدنا في ذلك دليلا. الجمع بين المغرب والعشاء إنما يكون للمطر الذي يبل الثياب، أو الوحل الذي يكون في الأرض من مستنقعات المياه في طريق المسجد، أو يكون لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هذه مسوغات الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. أما الغبار فلم نجد دليلا على الجمع من أجل الغبار، مع أن الغبار يتكرر ويأتي ولا ذكر أنه يجمع من أجله. نعم، أحسن الله إليكم. ما الفرق يقول الشيخ بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه وحيا من الله وألفاظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يسأل عن علم الفرائض، هل لابد من تعلم علم الفرائض أو هو مقصور على أناس متخصصين؟ وما أفضل كتب علم الفرائض؟ علم الفرائض علم مهم، وهو علم ينسى، وقد أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إليه، ولكنه يكون من اختصاص الذين أعطاهم الله القدرة على تعلمه وفهمه، ويكون ذلك على أيدي العلماء، لا يكفي فيه المطالعة، لا بد من، لأنه أكثره تمرين على القسمة وعلى، فهو علم ينقسم إلى قسمين: علم أحكام شرعية وعلم الحساب. هذه أمور لا بد من أخذها عن العلماء، تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يتعلمه أحد أثم الجميع، لأنهم يفقدون علما هو من ضروريات تعلم، من ضروريات العلوم، لأنهم يحتاجون إليه حاجة شديدة. وقد جاء في الحديث أنه ينسى في آخر الزمان حتى يختلف الاثنان في فريضة فلا يجدان من يحلها لهم أو يقسمها لهم، لفشو الجهل بهذا العلم نتيجة للإعراض عنه، لأنه علم صعب يحتاج إلى مجهود، وأكثر الناس لا يصبرون على بذل الجهد والمشقة فيتركونه، وتركه ونسيانه
من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على العلماء أن يعتموا به، ويجب على ولاة الأمور أن يقرر في المدارس والمعاهد والكليات، وأن يدرس في حلق الذكر وفي المساجد، ويحيى هذا العلم. نعم، أحسن الله إليكم. المزرعة إذا كان لديها محصول كثير من القمح، كيف تكون زكاة القمح يا شيخ؟ زكاة القمح إذا بلغ النصاب، 300 صاع بالصاع النبوي، 300 صاع بالصاع النبوي الذي هو مقدار 3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي قدروا بثلاث كيلو تقريبا، فإذا بلغ النصاب فإنه يزكى، الحبوب تزكى إذا بلغت النصاب 900 كيلو تقريبا فإنها تزكى، تجب فيها الزكاة، وبإخراج ما كان يسقى بدون مؤونة إخراج العشر، وما كان يسقى بمؤونة فإنه يزكى بإخراج نصف العشر. نعم. لها فقرة أخرى عن ذهبها، تقول لي مجموعة عندي مجموعة من الذهب منذ صغري ومنذ تزوجت، هل عليه زكاة؟ والقول الراجح فيه مع أنها تلبسه في المناسبات والأعياد وغيرها. الحلي المعد لللباس والتزين به في المناسبات لا زكاة عليه، على الصحيح من قولي العلماء، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. المرأة لها أن تجمع أهل البيت من النساء من أخواتها وبناتها وتصلي بهم يا شيخ؟ لا مانع من ذلك، أن تصلي النساء تأمهن واحدة منهن، وهذا في الفريضة، وأما النافلة هذا في رمضان، صلاة التراويح أو صلاة التهجد تصلي بهن واحدة منهن، لا مانع. نعم. سبع البقرة يا شيخ، هل يجزي في عقيقة البنت قياسا على الأضحية؟ لا، سبع البدنة أو سبع البقرة لا يجزي في العقيقة، لا بد أن تذبح البقرة أو البدنة كلها في العقيقة، إنما هذا في الأضاحي. نعم. والهدي، في الأضاحي والهدي. نعم. تقول بأنها صامت 6 من شوال في العام الماضي يا شيخ قبل أن تقضي ما عليها. لا مانع من ذلك، صامت إيش؟ 6 من شوال. لا مانع من ذلك، لأن 6 من شوال يفوت وقتها، إذا صامتها قبل أن يخرج الشهر والقضاء وقته موسع، لا مانع من ذلك، إلا أن الأولى أنها تصوم القضاء أولا ثم تصوم 6 بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر. نعم. يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، ما مناسبته؟ مناسبته أنهم صلوا ثم جاء رجل فاتته الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، من أجل أن يكون جماعة بدل أن يصلي منفردا، تكون للقادم فريضة وتكون لمن صلى معه نافلة. نعم. يقول هذا السائل الشيخ صالح، ما حكم من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر بعض التكبيرات؟ نعم، أول ما يدخل مع الإمام هو أول صلاة الجنازة، هو أول التكبيرات، فإذا سلم الإمام يكمل بقية التكبيرات ويسلم بعد الإمام. نعم. بالنسبة للشخص المريض يا شيخ، كيف يصلي المريض جالسا؟ المريض يصلي على حسب استطاعته، قوله صلى الله عليه وسلم صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول في البيوع شيخ، ما الفرق بين بيع العينة وبيع التورق؟ بيع العينة محرم، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي استدانها منه بثمن أقل من الثمن المؤجل، هذا هو بيع العينة وهو محرم لأنه ربا، وهذا مسألة العينة لأنه رجع إليه عين ماله، وقيل سمي عينة لأن المقصود هو الحصول على العين يعني الذهب، وليس المقصود هو البيع والشراء، إنما هو حيلة للتوسل إلى الربا. نعم. السائلة تذكر وتقول بأنها خلفت مجموعة من الأولاد ولم ترضع أحدا منهم يا فضيلة الشيخ، تقول خوفا على صدري، فهل تأثم؟ لا تأثم بذلك ما دام يوفر لهم، ما دام يوفر الرضاع للطفل فلا مانع، ليس من الضروري أن ترضعه أمه. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هل يجوز التطوع بالسعي أم أنه خاص بالطواف؟ لا، السعي ليس به تطوع، السعي إنما هو لحج أو عمرة فقط ولا تطوع فيه. نعم. يقول السائل الشيخ، بعض الناس يستغني عن بعض الكتب أو بعض الأوراق النافعة ويقوم بوضعها وقفا في المسجد، فماذا أعمل بها وأنا إمام المسجد؟ نعم، إذا كان الإنسان عنده كتب يستغني عنها أو يريد الأجر في توقيف وقفيتها فإنه يوقفها ويضعها في مكتبة من المكتبات العامة التي يرتادها الناس والمطالعون والباحثون، ولا يضعها في المسجد، المسجد إنما توضع فيه المصاحف، وأما الكتب فهذه توضع في المكتبات العامة التي يرتادها المطالعون والباحثون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لبطاقات الائتمان عند شرائنا للذهب وخصم ذلك من حسابي، هل هذا العمل جائز؟ إذا كان لك حساب وأعطيت بطاقة تشتري بها ويحسم هذا من حسابك لا بأس بذلك، أما بطاقات الائتمان بمعنى يعطونك بطاقة تشتري بها وهم يسددون عنك ويأخذون زيادة، هذا قرض، هذا قرض ربوي لا يجوز. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ، هل هناك دليل على قراءة سورة البقرة على من به مس؟ لا نعرف دليلا على قراءة سورة البقرة، إنما الذي يقرأ منها هو آية الكرسي، وأما قراءة سورة البقرة هذا في البيت، الشيطان يفر كما في الحديث، يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يطيقها البطلة يعني الشياطين. نعم. يذكر هذا بأنه شاب الآن يدرس في الكلية ويقول أنا مقبل على الزواج، فهل لي أن أخذ من الزكاة؟ إذا كنت لا تستطيع الزواج، لا تستطيع مؤونة الزواج وأنت بحاجة إلى الزواج، تخاف على نفسك، فلا بأس أن تأخذ من الزكاة. نعم. يقول ما الأفضل من الأدعية الواردة التي يرددها المسلم سواء في صلاته أو خارج الصلاة؟ الأفضل ما ثبت بالنبي عليه وسلم أنه دعا به أو أمر به، وكذلك الأدعية الواردة في الكتاب والسنة هذه أفضل من غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. وردنا أسئلة في البرنامج عن يا شيخ حبات السبحة مكتوب عليها أسماء الله الحسنى، ما حكم استعمال المسبحة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا من ابتذال أسماء الله الحسنى، والاعتقاد أن هذه الخرزات المكتوب عليها أنها تدفع أو تنفع هذا لا يجوز، هذا اعتقاد فاسد، والسبحة تكون خالية من الكتابة، واتخاذ السبحة فيه إشكال وخلاف بين العلماء، لكن من اتخذها للإحصاء، إحصاء التسبيح أو التكبير
فهي مثل الحصى، إذا استعمله للحصى الذي وردت به السنة لا بأس بذلك. أما إذا اتخذها يعتقد أن فيها فضيلة كما هو عند الصوفية هذا بدعة ولا يجوز. نعم. أيضا هناك في المحلات عداد ليوضع في الأصبع يا شيخ. لا حاجة إلى العداد، الإنسان يسبح بأصابعه لأنها مستنطقات يوم القيامة، يسبح بأصابعه، هذا أفضل له من عداد أو من سبحة. نعم. يسأل عن بداية السورة وتفسير السورة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. نعم. يسأل عن تفسير الآية: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. هذا عند قيام الساعة تتناثر النجوم من السماء وتتفطر السماوات القوية السميكة، تتفطر وتتشقق يوم القيامة من شدة الهول. نعم. أحسن الله إليكم، هل يشرع السلام على من مر بالمقبرة؟ وما الدعاء الوارد وفي ذلك مأجورين؟ نعم، إذا مر بالمقبرة، مقبرة المسلمين، فإنه يلتفت إليهم بوجهه ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور ورحمة الله وبركاته، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم. يقول: أرغب في تسمية ابني الصغير على والدي، ولكن الوالد رفض ذلك. لا تسميه على اسمه، إذا كان الوالد لا يرغب فلا تسميه بما قد يسخط عليك الوالد. أو الأسماء كثيرة والحمد لله، لا حاجة إلى اسم والدك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين بيع ما لا تملك والسلم الذي هو عقد على موصوف بالذمة بثمن مؤجل مقبوض في مجلس العقد؟ نعم، السلم وردت به السنة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وأما البيع العادي فهو تعجيل الثمن أو تأجيله، يعني يصلح إن ثمن في البيع العادي أن يكون بثمن حال أو بثمن مؤجل، لكن تقبض السلعة، السلعة تقبض. نعم. وردنا هذا السؤال من أحد الإخوة عن قبول الهدية: حكم قبول الهدية من مريض لطبيب أعطاه بعد أن من الله عليه بالشفاء؟ إذا كان الطبيب موظفا فلا يجوز له أن يقبل الهدية، لأن هذا من عمله الرسمي، فلا يأخذ عليه هدايا، هذه رشوة. أما إذا كان الطبيب غير موظف وليس له راتب فلا مانع أن المريض يعطيه من المال ويهدي إليه، لا مانع من ذلك إذا لم يكن موظفا ويتقاضى راتبا. نعم. شخص صلى العصر وبعد قبيل المغرب اكتشف أن في ثوبه نجاسة، فمتى يصلي وهل يعيد؟ إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة وقد نسيها ولم يفطن حتى سلم فصلاته صحيحة، لكن يغسل النجاسة للمستقبل. نعم. يقول: الشك في الرضاع يا شيخ، هل يعتد به؟ لا يلتفت إلى الشك في الرضاع، لا بد أن يتيقن. نعم. هل ورد يا شيخ بأن الخالة بمنزلة الأم؟ نعم، ورد هذا، أن الخالة بمنزلة الأم في البر والإحسان إليها. نعم. يقول يا شيخ هذا السائل: هل يكفي تعريف اللقطة بكتابة ورقة مطبوعة في المكان الذي وجدت فيه أو على أبواب البقالة ويكتب عليها رقم الجوال؟ هذا من التعريف وليس هو التعريف كله، فيعرف اللقطة بالكتابة وبالمكان
الإعلان عنها في الميكروفون أو في مكبرات الصوت أو بدون ميكروفون، ينادي من ضاع له مال أو كذا مما يدل على هذه الضائع بدون تعيين. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ نختم به هذا اللقاء، يقول السائل: إذا كان المعتمر أو الحاج لا يعرف الأدعية الواردة إلا القليل منها، فهل يقرأ من كتب الأدعية أو يكتب في ورقة ويقوم بقراءتها في طوافه وسعيه؟ المطلوب في الحج والعمرة أداء المناسك، وأما الدعاء فهذا شيء مستحب، إن حصل فبها ونعمة، وإن لم يحصل فالمطلوب هو أداء المناسك إذا أداها على الوجه المطلوب، ولو لم يدعو فعمرته صحيحة وحجه صحيح إن شاء الله، لكن الدعاء من المكملات. نعم. له فقرة في هذا يا شيخ مرتبطة بما مضى، يقول لي أخي وقد مرض مرض شديد، أدخلناه المستشفى وبدأنا بعلاجه من ماله الذي هو عندي وبدون علمه، هل يحل لي ذلك؟ وهذه مسألة لازم تستأذن القاضي فيها، إذا لم يكن هو أذن بهذا. نعم. أو ليس له ولي مثلا يقوم مقامه، إنك تراجع القاضي في هذا، في الإنفاق عليه وعلاجه من ذلك. نعم. أشكركم يا شيخ صالح شكرا جزيلا، بارك الله فيكم ورفع ذكركم في الدارين على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ يزيد بن محمد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد، كما أشكر زملائي معي من الفنيين والمخرجين وجميع فريق العمل، هذا مخرج هذه الحلقة ناصر القمي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.